مرتضى منصور، كيف يكون الخطيب قدوة للشباب بعد أزمته مع تركي آل الشيخ؟ ابن سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو يثيران غضب قدام الأهلي. شوبير يطالب اللجنة الخماسية بإعلان آليات تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط. شوبير أطالب بإيقاف ساسي، وهذا موقفي لو كان لاعبا في الأهلي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم عشاق قناة. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في نشر الفيديو، ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد أول بأول. قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه مندهش من تعليق حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بخصوص حضور محمود الخطيب رئيس الأهلي لقرعة المونديال. وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته لقناة الزمالك: حسن مصطفى قال إن الخطيب قدوة لشبابنا، كيف هذا بعدما تسبب رئيس الأهلي في فضيحة بسبب أزمته مع تركي آل الشيخ؟ وأضاف: إحنا مفضوحين بقالنا سنتين بسبب اللي عمله الخطيب في أزمته مع تركي آل الشيخ. وأنهى مرتضى تصريحاته مؤكدا أن مكانة تركي آل الشيخ كبيرة لدى الزمالك وجماهيره. سيطرت حالة من الغضب على نجوم الأهلي السابقين بسبب بقاء نجلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين في فريق 2005، حيث وصف قدام